الحركات تعابير كل شيء. يعني على الأمانة أنا يعني رجعت حق أفلام أيام قبل ومسلسلات قبل عشان أشوف شخصية البنت الكويتية شلون كانت يعني. وما شاء الله عليك نفس ما ذكرت أسرار، الأهم شيء الملامح تكون طبيعية يوم يمثلون الشخصيات القديمة، ما كان في تغيير وشكلك يعني نفس ما هو. برافو عليك. أقول بس نقطة على هالموضوع، لما كنا نصور بداية المشاهد كان احنا بمصر بلشنا، ففعلا كان تدرج الشخصية كان بترتيبه مثل ما انتم قاعد تشوفونه. فلما كنت انا ارجع لشخصيتي العاديه اثناء التصوير واحنا باللوكيشن، الاستاذ محمد دحام طبعا اوجه له شكر واوجه له تحيه، كان يعصب علي، يعني مو عصبي عصبي بس اللي طالعني يقول لي شيماء انا ما ابي شيماء، انا ابي اشوف شيخه. اكيد رجعي شيخه. فاقول له لا استاذ ترى بس تقول الاكشن انا راح اصير شيخه. يقول لي لا 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 ابيك تدشين بالشخصيه علشان الكل يتاثر ب يعني طاقه الشخصيه شلون صايره. طبعا فارد اهدى وشيخه واللي تردين شيخه. انا ترى اكثر شيء مشوق لما اطالع مع بنتي تقولي ماما شلون اسمها شيخه نفسي. يعني بنتك اسمها، انا اسمك حلو وهي اسمها حلو.